المجاعة تتسع في مديرية بني سعد، حيث أودت بحياة 9 أشخاص، ما جعل السلطة المحلية في المحويت تعلنها منطقة منكوبة وتوجه نداء إنسانيا لإغاثة السكان. بعدما بدأت المجاعة تجتاح مناطق عدة في مديرية بني سعد محافظة المحويت، لم يكن من خيار لدى السلطة المحلية سوى إعلان المديرية منطقة منكوبة في مؤتمر صحفي، على المنظمات الإنسانية والإغاثية تلتفت لإنقاذ حياة السكان الذين لجأ بعضهم إلى أكل ما لا يؤكل. نعلن هذه المديرية مديرية منكوبة، ندعي كل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن يبادروا بأغاثة هذه المديرية من خلال دعمهم بالمواد الغذائية وبالأشياء العينية والنقدية، ليتمكنوا أبناء هذه المديرية من مواصلة العيش في تلك المناطق. الفقر والمجاعة والنكبة التي يعانوها والمأساة الإنسانية التي يندى لها الجبين من أوضاع متردة، ندعو كل الأخوة رجال المال والأعمال إلى مد يد العون والمساعدة لأبناء هذه المديرية. السلطة المحلية دعت المنظمات والجمعيات الإنسانية والإغاثية وفاعلي الخير إلى أحياء مبادئ التكافل الاجتماعي الذي عرف به الشعب اليمني في أحلك الظروف لإنقاذ الإنسانية من الجوع وإغاثة السكان بمواد غذائية عاجلة، فالجوع يخطف أرواح الأطفال والنساء وكبار السن. نحن لا نتكلم إلا بالحقيقة، نحن لا نتكلم إلا بالحقيقة ولا نريد إلا الحقيقة، ونريد منهم النزول المباشر للإطلاع عن كثب عن المأساة الذي تعاني منه المديرية من الفقر والأمراض، كما إن هذه المديرية تعاني من وباء الأمراض الموجودة، فهي أكثر المديريات وباء في مما سبب وهذه والفقر والأوبئة هذه فتكت بأبنائنا أبناء المديرية، فكان المرض والجوع هو من اختطف أرواح المساكين في هذه المديرية. المديرية منكوبة وموبوءة، حيث وأنها تعيش في قمم الجبال وفي وديان، والناس يموتون جوعا فيها. الجوع القاتل الصامت الذي يستخدمه العدوان السعودي من خلال حصاره الجوي والبري والبحري لحصد مزيد من الأرواح أصبح يجتاح مناطق بني سعد التي تعد من المناطق الأشد فقرا في اليمن بحسب تقارير دولية، ليجعل السكان لا سيما الأطفال والنساء فريسة سهلة للموت. ويبقى الأمل في المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية في إنقاذ حياتهم ونجدة السكان بما يحتاجونه من غذاء ودواء. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، المحويت.